هو طبعا العلاج متوفر في الصيدليات الخاصة، لكن للأسف وحاجة ما عارفين أن مريض الأيدز ما يقدرش يشتغل في أي مكان وما يتقبلش في أي حد، فما ياخذش في راتب يعني مكافأة أو راتب كويس. كم يكلف يعني العلاج مثلا في الشهر؟ محطوط على الضمان أن هم محطوطين تحت بند اللي هم الإعاقة الجسدية، للأسف أن هي حتى هي خاطئة، هذه مفروض ما ينحطش تحت بند الإعاقة الجسدية. يعطوا فيهم في حوالي 250 إلى 300، أو ممكن في ناس زي ما قلت يعني في ناس يعني اشتغلت وجرت في الموضوع بس المهم حصلوا وصلوا ل 400 جنيه. للأسف إن كم يكلف حوالي العلاج؟ ثلاث فئات من العلاج، ثلاث حبات في اليوم. حبة واحدة قيمة الباكو بتاع الحبة واحدة وصلت لل 1800 في العيادات وفي الصيدليات الخاصة. الله المستعان. مستحيل مريض ياخذ في 400 جنيه عنده عيلة وعنده صغار يقدر يشري علاج بحوالي 1800. هذا غير قلت لك علاج واحد هو ياخذ ثلاث حبات مش حبه واحده، هذه الحبه الواحده 1800 وفوق منها عنده عائله وعنده صغار وفوق منها ما ياخذش العلاج بروحه هو وزوجته، لان اكيد حيكون ما دام عندها اتش اي في اكيد حتى زوجته نفس الشيء. هذه طبعا الاسعار مبالغ فيها في العيادات الخاصه، نعم، وفي العيادات الخاصه والمريض مسكين ما عادش قادر، يعني في اللي يتسلف وفي اللي باع سيارته باش ان هو شري وفي اللي يعني نعم. وضع مأساوي للأسف يعني. نعم دكتورة وفاء، عندك إضافة قبل أن نختم معك؟ والله إضافتي إن نتمنى بس إن وزارة الصحة تكتس جهودها معنا بس نحن نوفر العلاج تفادي لكوارث، لأن لو المرضى هادو خشوا في مناعة رح يبدو هم قابلين لعدوى غيرهم، هذه حاجة. وثاني حاجة رح تزيد عدد الوفيات عندنا بدل ما احنا نتفادى المشكلة هي. وثالث حاجة إصابة الأطفال اللي هم مفروض أنهم يطلعوا سالمين 100% ينصابوا، فالطريقة هي حيزيد عدد المرضى مش حينقص. أنا نتمنى أن وزارة الصحة تكثف الجهود معنا باش نحن نتفادى الكارثة هذه إن شاء الله. نعم شكرا جزيلا لك دكتورة وفاء خفافة.